هناك حضور كبير راه عنده تداعياته على المؤسسه. بالنسبه لنا احنا راهو ثم دعوه اليوم لاجتماع معناتها جلسه تفاوضيه من 3:30 في دار الشؤون الاجتماعيه، حضور دار الشؤون الاجتماعيه باش نمشيو للمفاوضات، وانتم ان شاء الله تكونوا على علم مع عدنا من وسائل الاتصال على علم بما نتصل، لكن وصلنا النتائج ايجابيه، ولو اني انا راني مش متفائل ياسر، لان على حسب الشيء اللي قاعد يتعمل عملنا جلسه في تبقية الشغل، الاداره ما جابت حتى شيء جديد، جاوا مرتبوا بالبريزونس، ناس جات كذا، شنو عندكم جديد؟ ما عندهم حتى شيء جديد، بالنسبه لهم هما معناتها راهم مش واخدين المسائل الجافيه. الوزير هذايا وزير معناتها ليبرالي راه قاعد يفكر بشكل بيعان المؤسسه، قاعد يفكر معناتها التخطيط لبيعان المؤسسه، وانسان معناتها ليبرالي هكا اخر بلعه تعباها اكل 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 اعمال شو اسمه التابلات، معناتها انسان عنده اتفاقيه في التابلات وصحيح هي التابلات راهي جات اعانه من اليونيسيف، فهذا يوجهها للمدارس التكسره والواحد وسواء معناتها زميله صاحب جزا فايت اعطاه المشروع المرشد 3 مليار. الوزير هذايا راهو ماهوش اجتماعي وعندنا تجربه معاه، مشينا له اتصلنا فيه وقت الوفد باش نوافق على التصريح من الناس اللي كانوا الاولانيين التعيين معناتها التصريح، قال تلفزيون تيليكوم ياسر تخدم 8000 نورمالمون تخدم 3000 ولا 4000. هذا السيد الوزير هذا يوفد على خاطر عندنا معاه وعندنا حتى بالاتحاد كقياده عنده فكره عليه السيد هذايا راهو الانسان الليبرالي. وراه البارح حتى اتصلنا في الامين العام حكى لنا من الامين العام فهمناه مطالبنا من فهم مطالبنا، قال مستغرب قال كيفاش اليوم مؤسسه قاعده تدعم في الدوله وقاعده تدعم في الوزاره فتح كل عام الصندوق النمو في الاتصالات في حكايه 120 مليار معناتها وهذاك اللي تمتع ولا من الفريقين بالكفر المهم 120 مليار احنا نخدموا واحنا شقيين واحنا فلوسنا وهما